لا انا ابغى اتحدى هنيدي. ماشي يا باشا يلا اتحدى هنيدي في ركوب النعام. تعالى هنيدي تعالى هنيدي شوف. حلو قوي بس انا هنزل انا بقى. احنا هنحاول نخلي واحده نقابل على واحده في ركن. بص اهي اهي قابل بقى على ايه. ايوه بصوا يا جماعه شفتوا جابها ازاي؟ عاش قوي. دي طريقه مسك النعامه يعني اقوم ماسكها من بقها بالظبط كده وادخل صباعي جوه وامسك في راسها كده. ايوه دي الطريقه المثلى يا جماعه ان انت تمسك نعامه. ناس برده اللي بتربي جديد برده اننا بنتعلم من احمد انت فاهمني. النعامه له سنان فمش هيعضك بس ممكن ينطحك خلاص امشي. في ناس بتجيلك هي اللي بتشتري منك الريش او تجار معينين او تجار. الرحمن الرحيم يا جماعه الله. مساء الخير عليكم. حلقه النهارده يا جماعه حلقه مميزه جدا لكل واحد بيبحث عن المليون جنيه السريع. فعايز اقول لكم ان الحلقه دي انتظر معايا للنهايه عشان هتشوف فيها مفاجآت. النعام ما بيترميش منه حاجه خالص. النهارده لاول مره هتشوفوا النعامه وهي بتدبح على الهواء. ومش هنجيب طبعا الدم عشان خاطر برضو مشاعر الناس. وهناكل من النعامه النهارده على الهواء وهنجيب بيضه اكبر بيضه لبيض النعام وهنقليها. هنشوفوا ده كله وهنعرفكم ازاي تستثمروا في النعام وتحققوا مليون جنيه في سنه باقل الامكانيات. تعالوا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. واهلا بيكم في حلقه جديده من فتح شغل. يعني عايزك بس كده تبص للمشاهد وتعرفنا في البدايه يعني ايه مشروع نعام. النعام في النهايه منتج بيتاكل وبيستخدم فيه كل حاجه، ريش، جلد، لحم، الدهن بتاعه، كل حاجه فيه بتستخدم. فده بيخليه ان هو حاجه ثروه قوميه زي ما بيقولوا. الجلد زي ما قلت لحضرتك يا استاذ فتحي هو بيمثل 80% من القيمه الماليه للنعامه الواحده. النعامه عموما بتصفي متر مربع من الجلد. متر مربع. جلده سميك جدا اللي هو السلاله الاسود الرقبه. تمام. وبيستخدم بيخش حوالي 30 مرحله عشان يطلع منه منتجات. عشان يطلع منه منتجات. بس المنتجات بتاعته باهظه الثمن عشان خاطر طبعا ما فيش استكثار للنعام بشكل عام على مستوى العالم. احنا عندنا على مستوى العالم ما يقرب من 2 مليون نعامه. وده مش كفايه جدا. لازم الاعداد تبقى في تزايد عشان نقدر نذبح كتير نعام ونبدا نلبي طلبات المستهلك. احنا هنا السوق في مصر ما بي يعني المزارع الموجوده في مصر ما بتلبيش طلب السوق طبعا. لا طبعا ما ينفعش اذبح. لو انا لو قعدنا نذبح في النعام اللي موجود عندنا عشان نلبي طلبات المستهلك فاحنا دلوقتي هيبقى عندنا النعام هينقرض من عندنا. فاحنا حاليا كسوق شغالين في مصر على موضوع الاستكثار ان انا يبقى عندي قوه انتاجيه بشكل عام في مصر. بدل ما انت 5000 ككوت نعام في السنه لا يبقوا 50000 ككوت عشان حتى اللحم يبقى زيه زي سعر المواشي يبقى مناسب للمستهلك كمان ويبقى في استخدام للجلد بشكل كامل. بيستخدموا الجلد في ايه بقى؟ يعني قول لنا كده الجلد ده بتاع النعامه ممكن ان احنا نعمل بيه ايه؟ الجلد بيخش على زي ما قلت لحضرتك بيخش على 30 مرحله عشان خاطر مرحله الدباغه. مش متذكر المراحل كلها عشان اشرحها لحضرتك. ولكن في النهايه بيطلع منه منتجات. يستخدم جلود من جلد النعام. شنط من جلد النعام، محافظ، احزمه. بكام يعني؟ بكام ممكن اشتري مثلا شنطه بكام من جلد النعام؟ لا الشنطه بكام دي يعني ممكن تخش لها في 5-6 آلاف دولار. سعره مش شويه. احنا بنتكلم في الريش اللام مثلا لو بنتكلم من كيلو اللي هو من 600 لحد 1500 معانا. ده كيلو ريش. النعامه لما بنذبحها بتصفي من كيلو لكيلو ونص ريش. ده غير هي الكيلو ب 1500. الكيلو ب 1500. ده ريش الذبح. ده ريش الذبح. طبعا. دي كده النعامه اتذبحت وبعد ما تذبحوها بتشيلوا الريش بتاعها. بنشيل الريش وتوزنه وبتبيعه. وبيتباع. بيخش مصنعات. يعني احنا حاليا في مصر الحمد لله قدرنا ان احنا نخلي الريش يخش في مصنعات عن طريق ناس برضو بتخش بتعمل منه منافذ، تعمل منه مخدات. يعني في مثلا بيقول لك انت نايم على ريش نعام. بالظبط. يعني انت نايم على ريش نعام ليه؟ يعني اشمعنى ريش النعام؟ اصلا لو خدت بال حضرتك الريشه بتاعت النعام مختلفه تماما عن اي ريشه. شفت الوبره اللي في الريشه نفسها؟
ده بتديله قوه، بتديله متانه احسن في التصنيع، تمام؟ بيعيش فتره زمنيه كبيره، بيفضل محافظ على الوبره بتاعته اللي هي الناعمه دي. حاجه جدا. كويسه جدا يعني. ال- 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 الريش بتاع النعام مين بقى اللي بيجي يشتريه منك، او انت بتسوقه ازاي؟ احنا بنسوقه عن طريق تجار. وكل الناس اللي هي بتتعامل معانا يعني في تاجر معين، مش واحد بس، كذا تاجر. يعني احنا ممكن يتصل بالتاجر ده اقول له انا عندي ريش يجي ياخده مني وانا اجيبه له. بالظبط بالظبط بالظبط. وبعد كده احنا بنبقى معرفين المستهلك الريش اللي عندك ده يسوى من كذا لكذا، عشان خاطر برضو ما يقعش تحت طائفه التجار. معرفينه الريشه دي سعرها كذا والريشه دي سعرها كذا ومعروف. لكن هو في المجمل العام احنا بنتكلم من 600 ده اقل سعر لحد 1500. لحد 1500 بيعتمد على ايه بقى؟ بيعتمد على الجوده بتاعت الريش. يعني حضرتك الريشه اللي هو على الارض دي بتعمل 600 جنيه دي. احنا جبناها من الارض دي. هو بيخش بقى يعني العامل الموجود بيخش يلم الريش ده، بيلمه كل يوم. تمام، كل يوم اللي هو بيقع منهم. حتى الصغير بيتباع ولا هما بيلموا؟ أيوة الكبير طبعًا بس ده بيتباع. يعني ده برضو ده بيخش معاهم. عايز اوضح لحضرتك ان العود الابيض ده لما بيكون مش لم بيكون نظيف، ده بيتباع بالعود. يعني بيتباع بالعود، احنا بنبيعه بالعود. تمام. العود الواحد بيوصل ل 45 جنيه والله. يعني ده بيخش 45 جنيه مره. الاكسسوارات العربيات والتكاتك والحاجات دي، كل الريش اللي على الارض ده رجاله واحنا ماشيين. تمام. دي حضرتك بقى ايه، في حاجه تانية اسمها ريش خف. يعني لما نيجي نخف الريش كده زي ما حضرتك شايف، انا هشيل الريشه دي اهي. الريشه معايا اهي، دي ريش خف. احنا رمينا 45 جنيه على الارض دلوقتي. يعني ايه ريش خف بقى؟ يعني النعامه لازم في كل مرحله بتغير ريش. يعني في كل عمر لو خدت بالك حضرتك، الريش اللي في النعام ده مش زي الريش اللي هناك معانا. تمام. بيبدا يغير ريش. فاحنا لازم نخف الريش عشان خاطر برضو الغذاء ما يروحش للريش بس. معايا؟ معاك طبعا. دي مسكه النعامه يا جماعه. بص بقى، عشان النعامه بتمسك من هنا كده. بص لا لا لا، سيبها وامسك لنا النعامه من اول وجديد. لا احنا عشان نمسكها هنجري وراهم كتير. ماشي نجري، هي جت لوحدها. بس احنا نوري الناس ازاي احنا مسكنا نعامه. هي تتمسك من هنا كده، تمام. ومن الرقبه من فوق هنا كده. دي الطريقه اللي احنا ممكن نتحكم فيها. طبعا النعامه بيعدش. اعمل الحركه دي. اتفضل امسكها من هنا كده. بس ايدك هنا لو سمحت. ايوه بس كده. تسحبها كده. بقى اسحب بقى، اسحب اسحب كده عادي. اسحب عادي، مش هتعمل حاجه، بس وطي راسها لتحت. ايوه بصوا يا جماعه، دي طريقه مسك النعامه. يعني اقوم ماسكها من بقها بالظبط كده، وادخل صباعي جوه. وامسك في راسها كده. ايوه دي الطريقه المثلى يا جماعه، ان انت تمسك نعامه. ناس برده اللي بتربي جديد برده، دي انا بتعلم من احمد، انت فاهمني؟ النعامه له سنان فمش هيعضك، بس ممكن ينطحك. خلاص امشي. تمام. يعني انا كده ممكن اخش اجيب نعامه. حضرتك تعالى معايا. لا ما تقوليش بقى، تعالى معايا يا اخويا، عشان لو في اصابات يبقى الاصابات ايه؟ اصابات سويه. هنجيبها من رقبتها. احنا هنوضح، احنا هنحاول نخلي واحده في نقابل واحده في ركن. بص اهي اهي، قابل بقى على ايه. ايوه بس. بصوا يا جماعه، شفتوا جابها ازاي؟ عاش قوي، عاش قوي. تحب تركب النعامة؟ حاطط. احنا هنركب. طبعا. انت حاطط ليه معلمهم بشروط؟ في حاجات في حاجات معينه بنعلمها من عندنا. عشان الرعايه والتغذيه والادويه، لو في حاجه خدت حاجه بنبقى. فدي في دي علامه منها. بالظبط بالظبط. النعام في نعامه ليها صباع، وفي معاه صباعين، كل واحده لها ثلاثه. لا الثلاثه دي حضرتك استرالي، ده بيبقى للزينه فقط. ده للزينه. زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. الريش اهوت. ده ذكر ولا انتهى؟ ده ذكر. عرفته ازاي؟ لا ما هو خلاص ريشه اسمر اهو. شفت؟ شفت حضرتك الريش الاسمر نبت هنا اهو. شايفه في الجناح؟ خد بالك، هو ممكن ينطرنا برجله. ده في مرحله تغيير ريش. لو رحنا العنبر الثاني هنلاقي كله ايه؟ الناس ده في بعض الريشه السمراء بتبدا تطلع. تبدا الريشه بقى بعد فتره من عمر الريشه اللي هي الاخيره اصفر دي تختفي وتطلع ريشه جديده. استنى بقى كده عشان احنا نهديها. بس اهدي اهدي اهدي. تمام. ده بالنسبه للريش. في ناس بتجي لك هي اللي بتشتري منك الريش، او تجار معينين. او تجار او تجار. دي مجنونه. ال 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 الجلد بقى. الجلد بقى تسويق الجلد. تسويق الجلد حاليا مش شغال بشكل كامل في مصر. لان زي ما قلت لحضرتك مفيش قوه من الجلد. يعني انا لما يجي يطلب مني 100,000 قدم ولا حاجه، هجيبهم منين؟ وانا حاليا شغال في الاستكسار، ما ينفعش اشبح زي ما قلت لحضرتك.
لازم يبقى فيه عشان تذبح لازم تعمل استكسار الاول لو احنا بنغذي لو احنا بننتج مثلا زي ما قلت لحضرتك في الاول 5000 كوكوت عايزين يبقى 50000 عشان نذبح يبقى فيه اهم حاجه الامهات المنتجه ما ينفعش كل فتره نقلل منها احنا لازم نزود فعشان نزود لازم نربي فاحنا مش هنبص للجلد دلوقتي لازم الاول نربي ونكسر كتير عشان خاطر نبدا ان احنا نشتغل نشتغل في الجلد عشان طيب. نقدر نلبي المنتجات لا انا ابغى اتحدى هنيدي ماشي يا باشا يلا اتحدى هنيدي في ركوب النعام هم لزقوه على النعامه صح لا مش هنلزقك يا باشا لا هم لزقوه لا هو قعد فتره يتدرب عليها والله. احنا من اول مره هنركبك عليه ايه رايك يا معاك بس يعني ايه الامور هتبقى متهندله مع بعض كده يلا ماشي يلا هننقي بقى معانا اكبر حاجه حجم كده كويس بس يعني يا رب نعرف نمسكه بسهوله ماشي بس خلاص بس هاتم بصك مسك بكل سهوله امسك من هنا دي اللي عملها اركبها بص يا باشا قواعد الركوب ايه قواعد الركوب ايه بص احنا اول حاجه من ايه بنغمي النعامه كده ليه بقى عشان ان يبقى هادي معانا النعام طول ما هو مش شايف طول ما هو هادي معانا ومعلش بقى احنا هنركبك النعامه بس هو لابس مغمين عينيه يعني لو عشان احنا خايفين عليك يا استاذ فتحي بص يا باشا يلا اركب تعالى يا باشا تعالى من هنا امسك دي امسك دي لا لا تعالى انت يا استاذ فتحي انا عادي صدق اوعى تنطر جامب تعالى بس اطلع يا باشا استنى انا هنط متلاقي بص انت هتقعد هنا كده ماشي وهتمسك في الجناح ده كده ماشي اوعى يا باشا الجناح كده تبقى هنا كده بص من اول الجناح ماشي. اركب واحنا ماسكينه هنط عليها من الاخر اركب بس يعني بعد ما اجي انا يلا بص يا باشا ارمي ظهرك لورا استنى عشان انا هزحلق لا ما تخافش اطلع قدام مش عارف رجلك هنا كده لا ارجع لظهرك شويه ايوه ورا شويه هتمسك وترمي ظهرك لورا امسك من قدام كمان طلع ايدك قدام كمان امسك من هنا كده ارمي ظهرك لورا ارمي ظهرك لورا وانا اوقف اوعى ابيض سيبه عشان ما يمشي بيش لا سيبه تعالى هنيدي تعالى هنيدي شوف حلو قوي استنى انزل انا بقى تاني بس اطلع قدام شويه ماشي اطلع قدام وارمي ظهرك بحيث ان انت ما تقعش يعني اطلع لقدام اطلع ارفع يا سيد من ورا بس حط رجلك قدام لي هنا كده عشان ما تزحلقش ماشي طب ارفعوني طيب من ورا عشان مش عارف اطلع اهو رجلك بقى هنا كده ارمي ظهرك ورا استنوا بقى اوعى تسيب النعامه لا ما تخافش النعامه مش هيجري كلبي شغيل ارمي ظهرك ورا كده ايوه يا باشا الصلاة على النبي ارمي ظهرك ورا الصلاة على النبي ارمي ها كده اتزحلق لقدام خد بالك لا ارجع ورا شويه ارمي ظهرك ورا انت ارمي ظهرك ايوه كده يا باشا شفتوا يا جدعان يا نهار ابيض حلو احمد والله استنى بقى اقف النعامة عشان انزل انا انزل يا باشا يلا شفت يا نادي لا متعب لا هو بس عشان انت اول مره يعني فخلاص بقى نقلع نشيل الغمامه اللي على عينيه هنشيل ده كويس ان احنا غمناها صعبه لا بس متعبه عايز اقول لك ان بره بيعملوا حاجه اسمها ماراثون للنعام والله سباق والله سباق بره مصر مش طبعا بس بيبقى في ملاعب مفتوحه كبيره شويه كده بيبقى وكل واحد له نعامه بيركبها انت بقى بتبيع النعامه بكام وده بص للناس عشان اللي عارفين احنا لو عاوز نشتري نعامه نشتري نعامه ازاي وما يضحكش علينا بص يا باشا هو كل عمر عندنا له سعر تمام عندنا اسعار بتبدا من 2400 لحد 25000 جنيه الواحده ايه ام 25000 جنيه هو في حاجه اسمها الاسر البشائري الاسر البشائري دي بتبدا من 50000 زي ما قلنا حضرتك الاسر البشائري بتبقى الاسره دي عشان بس ايوه وضح الناس الاسره دي يا جماعه اتنين اناث وذكر اللي هي على وش انتاج على وش انتاج دي بتبقى عامله 65000 جنيه تمام ممكن تعلى شويه ممكن تنزل شويه على حسب العمر بتاع الايه الاعمار اللي موجوده فيها تمام. كل عمر وكل وله ايه وله السعر بتاعه لو عمر اقل شويه بتبقى سعرها الذكر اغلى ولا الانثى على حسب لو الانثى الذكر لما يكون اكبر في السن بيبقى اغلى الطبيعي لازم يكون الذكر اكبر من الاناث بست شهور الطبيعي لان هو الذكر اصلا بيبلغ بعد الاناث بست شهور انما الانثى بتبلغ من 18 ل 20 شهر
على حسب يعني الانثى ممكن تنتج مع اي حد من 18 ل 20 شهر من 18 تبدا تنتج بقى تبدا تنتج معاك اه لكن الذكر 20 يبقى 26 شهر يبقى 26 شهر يبدا يخصب يعني سنتين معاك. يبدا يخصب اه هو ممكن يكسر يعني. عادي بس مش هيبقى فيه تخصيب مش هيبقى فيه ايه كسر في البيضة بنسميه كسر تمام مش هيبقى فيه تخصيب الاسره بتجيب كام بيضه في السنه الاسره البشاير الاسره عامه بتبلغ الساعه الكسرى الانتاج بتاعتها من 5 ل 6 سنين النعام عموما بقى عشان في معلومه احنا مالناش بنعيش من 50 ل 80 سنه بس هو ما بيفضلش ينتج طول الفتره دي هو النعام بيقعد 17 سنه انتاج من تاني من لحظه بلوغه يعني من بعد عمر سنتين بيقعد 17 سنه انتاج هو في اول سنه بيجيب تكاليفه كلها تاني سنه معاك بيبدا يزيد لو الانثى الواحده بتجيب في اول سنه 20 كتكوت بيبقى طالعين من 50 بيضه مثلا تاني سنة بتجيب 30 التالتة بتجيب 40 لحد ما توصل انها تجيب 60 بيضة في السنة 60 بيضة في السنة 60 بيضة في السنة 60 بيضة في السنة دول يتباعوا بكام كتاكيت اعمار 3 شهور مثلا 60 بيضة بيطلع منهم كام كتكوت بعد الاخصاب وبعد نسبة الفأس بيطلع منهم حوالي 45 كتكوت يعني بنتكلم في ان الاسرة بتجيب 85 كتكوت نقول الاسرة الواحدة بتجيب 80 كتكوت سعر الكتكوت النهاردة بيتراوح من 1800 لحد 2200 بيختلف من مزرعة للتانية كل واحد وله تكلفته الخاصه بيه انا بس ببيع بسعر او ده بيبيع بسعر اغلى شويه كل واحد له تكلفه كل واحد وله الرعايه بتاعته والتغذيه طيب انا اسال احمد هسال احمد السؤال التقليدي يعني اللي هو ايه انت عندك خمس اسر تمام خمس اسر دول يكسبوك كام في السنه الخمس اسر لو ضربنا بقى زي ما قلت لحضرتك كل اسره بتنتج 80 كتكوت لو هي بياض تمام يبقى 5 في 8 بحوالي 320 كتكوت تمام 320 كتكوت لو قلنا 300 لو قلنا 300 كتكوت في 2000 ب 600000 جنيه دول خمس اسر الدهن بتاع النعام ما بيتاكلش هو بيخش في مصنعات لعلاج تجاعيد البشره والله بيخش في كريمات للشعر الام المفاصل تمام في شركات حاليا ادويه بدات تشتغل على الموضوع وبدات تطلب كميات بس نرجع للموضوع اللي قلت لحضرتك عليه الاستكسار وان ما فيش عدد كتير القرنية بتاعت عين النعام حاليا بيتم دراسة انشاء بنوك متخصصة في حفظ قرنية عين النعام لتشابهها في التكوين مع قرنية عين الانسان استخدامها بديل لقرنية عين الانسان يعني كمان ممكن النعامة كمان ده كده لو هيشتروا القرنية من النعامة هتبقى بفلوس كتير قوي كده انا بقول لك اتعامل مع الدكاترة انت بعد كده ان شاء الله هتشوفوا معانا دلوقتي احنا بنذبح النعامة وهتشوف المنتجات بتاعتها على الطبيعة عشان بس محدش يقول ان احنا بنقول حاجات مش مطابقه للواقع على الارض بيت النعامه لما تتقلي كم واحد ياكل فيها دي بص هي بيت النعامه بما تعادل طبق بيض سواء ابيض او احمر على حسب بتعادل طبق بيض بتكفي 10 افراد 30 بيضه بتكفي 10 افراد حضرتك يعني كنا بنعينها فتره مؤقته في الثلاجه ونستخدمها في الكيك والحاجات دي كلها بتبقى ممتازه جدا بتبقى حلوه في الكيكه على فكره يعني لما نعمل البيضه بتاعت النعام بتبقى كلها عامله زي بياض البيض العادي البياض فيها نسبه بروتين عاليه جدا زيها زي اللحم زيها زي اللحم بالظبط اللحمه بقى يعني فايدته ايه اللحم ده احمر جدا مشابه للحم الابقار معايا اللحمه بتاعت النعام تعتبر زيرو كوليسترول غنيه جدا بالبروتين والحديد في ناس كمان اجسام بياخدوا اللحمه دي يستخدموها لان كنوع من انواع المكملات لان هي خاليه من الدهون غنيه بالبروتين حلوه دي حلوه كده بقى للناس اللي عندها مشاكل في القلب وفي الكوليسترول والكلام ده ما هو عشان هي زيرو كوليسترول كل الناس مرضى القلب بيستخدموا الايه انا بيجي ناس كتير تطلب لحم نعام مخصوص للناس اللي هي وناس بتطلب بيض لناس برضو تعبانه بيع البيضه كده النيه دي بكام البيضه دي من 70 ل 100 جنيه يعني من 70 ل 100 جنيه البيضه الواحده دلوقتي هنذبح نعامه على الهواء طبعا احنا مش هنجيب لكم المشاهد بتاعه الدم طبعا حفاظا على الناس دي اول مره تحصل على الهواء ان احنا هنذبح نعامه مش بس كده احنا هناخد بيضه النعامه كمان وهنقليها عشان خاطر نعرف هي هتاكل كام واحد تعالوا بينا هو النعام فين الجزار موجود ازيك يا باشا اخبارك ايه تمام النعام بيتذبح بطريقه معينه ولا هو بيتذبح من فوق كده مفيش طريقه معينه بنذبح بيها لا هو النعامه بندوخها الاول عشان تمش تجري تبرق في الارض وبعد كده بنذبحها تمام هنبدا بقى دلوقتي يلا دلوقتي. يلا بينا احنا كده بنجمع الريش بنجمع الريش هنا
بعد ما النعامه بتتذبح بنجمع ريشها هنا. دي احنا كده بقى بنشف ال بنشيل بقى بنسلخ الايه الجلد عن الايه عن اللحم. دي زي يعني طريقه سلخ النعامه زي طريقه سلخ مش مختلفه الجاموسه اللي يعني بنذبحها. بالظبط بالظبط. الموضوع معروف جدا يعني مش صعب ولا حاجه. عندها بقى كبد بيتاكل برضو كل حاجه. طبعا الحاجات دي اللي جوه. طبعا. ايه اللي بيترمي من جوه؟ طيب الامعاء. الامعاء فقط. الامعاء. بصوا يا جماعه دي طريقه تشفيه النعام. بيتباع كيلو النعام بقى بكام؟ يعني كيلو لحم النعام انزل لي كده من 260 ل 300 جنيه كيلو اللحمه بتاعت النعام. من 260 ل 300 النعامه بيبقى فيها انتاج كام كيلو؟ بتصفي من 30 ل 40% لحم صافي. لحم صافي. غير الكبد والقناصه. غير الكبد والقناصه والكلام ده والرقبه. ايه اهم حته بقى يعني اهم جزء في النعام يتاكل؟ بص هو لحمه النعام كلها بتتاكل عموما يعني. تمام. بس في حته كده بتبقى مميزه زي مثلا البنفلت. ايه البنفلت. ايه البنفلت دي بقى؟ يعني دي حسام هيطلعها وهنشويها وهناكلها. مش حس هندوقك يعني. هناكل البنفلت النهارده. بنفلت نعم. ايه البنفلت بقى؟ وشاور لنا على مكانه. طيب هو يعني بيبقى في الـ في الـ في, في حاله بقى احنا يعني الانتاج بقى كتير قوي في مصر ممكن السعر ينزل. طبعا. يعني ممكن يوصل لكيلو لحم في 50 جنيه مثلا. مش للدرجه دي يعني. يعني هيبقى مقاربه بسعر المواشي يعني ممكن 140 150 جنيه. مع الكتره مع ان احنا هو سعره اغلى من سعر لحم الغزال ولا لا؟ هو تاني لحم بعد لحم الغزال. لكن كام كيلو غزال؟ الغزال بيعمل من 500 ل 700. من 500 ل 700 كيلو. يعني ضعف ده. طبعا. يا جماعه دي الطريقه اللي بيشفوا بيها النعامه. بعد ما بيشفوها بيفتحوا بقى البطن ويطلعوا اللي فيها بالكبد والقوانص دي بتيجي على جنب والباقي بيترمي. الامعاء بتت انا سمعت ان ساعات بنلاقي زلط في معده في المعده. عشان خاطر بيساعد على الهضم. ده حاجه طبيعيه يعني. ممكن نلاقي زلط دلوقتي. طبعا ممكن نلاقي في المعده اكيد يعني. بس اي حاجه معدنيه ممكن النعام يبلعها بتسبب له مشكله ممكن تؤدي للوفاه. انما الزلط عادي والرمل عادي يعني ممكن يبلع معدن عادي مش تفرق معاه بس ممكن تاذيه بعد كده المعدن. طبعا. عشان كده تتجنب ان انت تسيب مثلا اي حاجه في الارض. اي حاجه معدن على الارض لا ممنوع طبعا. ممنوع. مسمار حته حديده حته صاجه اي حاجه من دي ممنوع خالص لان لو عدت من القناصه هتيجي في المعده هتقف عند الامعاء الغليظه في نهايه المعده. فطبعا هنلاقي ان النعامه بدات تخس. تمام. فتلقائي هنعرف انها ايه انها بلع حاجه. انها بلع حاجه. بيبقى لو شرحناها في طريقه معينه بقى ان انت تعالجها في الوقت ده في ولا حاجات خلاص معينة الحل الوحيد ان تذبحها خلاص. في حاجات معينه ننفع نعالجها. امتى؟ ساعات بنعمل لها ايه غسيل معده. يا جماعة دلوقتي وصلنا لمرحلة قلي البيض. دي أكبر بيضة للنعامة. البيضة دي بمقام كرتونة بيض صح يا أحمد؟ بالظبط. هنقللهم البيضة على الهواء بقى. يلا باشا. أولا بتتكسر ازاي كده؟ بص احنا هنحاول نفتح لها فتحة كده. نبعد عن الأول عن الزيت. كده بنكسر بس البيضة في الأول عشان نبدأ ننزل منها السائل بتاعها هنا. تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الله بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة البيضة يعني الطاسة دي مش ما تقليش بيضة نعامة كاملة زي دي. عندنا معالق هنا يا جماعة. استاذ فتحي بقى ده الفارغ اللي انا قلت لحضرتك عليه. الفارغ احنا طبعا ما بنفتحوش بالشكل ده بس عشان المشاهدين احنا بنفتحه بفتحه صغيره من هنا وفتحه صغيره من هنا ونفضيه. الفارغ ده بقى بيتعمل فيه ايه؟ ايه بقى؟ الفارغ نفسه بيتباع ب 45 جنيه. ده؟ بيتنقش عليه. وبيتعمل فيه لوند للدات.
تكاد تكون في سعر بيضة من النقش والرسومات عليها توصل ل 1000 و1000 ونص. والله؟ اه والله. كمان يعني شفت حضرتك السمك بتاع السمك بتاع البيضة عامل ازاي؟ اه تخين جدا. تخين جدا تحس ان هو سيراميك. اه تمام حضرتك بيتم الرسوم والنقشه عليه. اه ده له ماكينات متخصصه بترسم على ايه؟ على بيضة النعام. زي ما حضراتكم شايفين اهي ده القشره بتاعتها جامده جدا يعني احنا بنكسرها بالعافيه. فوائد فوائد هتقول لي بقى كده يا جماعه البيضه كده فوائد بيض النعام ايه؟ بيض النعام طبعا مفيد جدا لمرضى القلب وغني جدا بالبروتين مقارنه ببيض الايه الدواجن. اه يعني في نسبه بروتين عاليه جدا. طعمه عامل ازاي؟ طعمه بالظبط عامل يعني احسن من البيض طبعا بتاع الدواجن. اه بس طعمه مقارب للصفار البياض البيض بتاع الايه بتاع الدواجن بتاع الدواجن. حضرتك انت هتشوفه دلوقتي كده هتلاقيه كله لون ايه كله بيبقى لون واحد زي بيض الدواجن بالظبط. اه طبعا حضرتك احنا يعني ايه هنجيب ناس معانا عشان نقدر نخلص عشان الإيه؟ نخلص طبق البيض ده كله يا جماعه. بصوا بسم الله ما شاء الله بيض النعام بقى كرتونه بيضه. احنا كده حاطين كرتونه بيض في الطاسه دي بيتحط عليها بقى الملح بقى والفلفل والحركات دي كلها صح؟ بالظبط. كم واحد يقعد ياكل في دي بقى؟ حوالي 10. 10 والله؟ دي في الكيكه بقى ايه يعني والله ممتازه جدا. اه طبعا ليه بقى؟ عشان خاطر الدهون. اه بالظبط. وبعدين بتعمل معانا بقى شغل كتير يعني احنا ما بنستخدمهاش كلها مره واحده. احنا بنسيب ناخد جزء منها في جزء على كام يوم كده نحطها مثلا على رف الثلاجه. فعجاله يا احمد عايزك تقول لي لو انا عايز اكسب 1,000,000 جنيه من نعام اعمل ايه؟ فعجاله لا اما تبدا باسر بياض ودي موجوده ما فيش مشكله او اسر بشاير. وعشان تكسب اكتر عشان تكسب رقم كبير لازم تبدا بعدد ايه كبير لان الكتره يعني في النعام هي اللي بتكسب اكتر. اكسب يعني ابدا بكام؟ مش اقل من 10 اسر. مش اقل من 10 اسر. او نتكلم في 100 حته نعام تسمين او 50 حته نعام تسمين. معايا؟ تبدا تبيع 50% منهم بعد سنه وتربي 50% تاني يكمل معاك اسر. يبقى انت كده مشيت الشقين الاثنين، شق التسمين وشق الايه؟ وشق البياض. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده التسويق ده بتاعنا احنا. اللي بيشتري مننا احنا ملزم ان احنا ايه؟ نسوق له المنتج بتاعنا. عندنا كشركه داتا بيز لكل العملاء اللي شغالين اشتروا مننا نعام بقى اعمارهم حاليا لحد ايه دلوقتي. نحط فلفل لان احنا قابلنا برضو قابلنا برضو بعض الناس بقى الفلفل على اعمل لكم الطريقه بتاعه الراجل اللي هو بيعمل بالبتاع كده. كده ايوه. حط ملح تاني. ده بالنسبه للتسويق يعني اللي بيشتري طبعا بيبقى عارف فين التسويق. المستثمر او المربي بيشتري مننا كتاكيت صغيره نرجع نشتريها منه لما بتكبر ونوفر له العالم زي ما قلت لحضرتك. وخط الانتاج بتاعنا اللي احنا بنصنع فيه موجود. يعني احنا بنصنع لينا وبنصنع للايه؟ للمستهلك. للمستهلك باعلى كفاءه واعلى جوده واعلى نسبه تحويل على مدار السنه. يعني طب انا لو انا معايا اسره واحده. لو انت معاك اسره واحده يعني عاملني على ان انا شاب يعني لسه ببدا في بدايه حياتي معايا اسره او اسرتين. الأسرة الواحدة اللي هي بتبقى ذكر واتنين نوتش عشان تعدي فيها قوي لازم تربي الإنتاج اللي بيطلع منك. عشان تعمل استكسار ما بيعوش دلوقتي. ده يعمل استكسار وابدأ بقى ايه بالظبط. أو تبيع الإنتاج اللي بيطلع منه وتشتري أمهات كبيرة على وش ايه شغل تبدأ تزود دخلك واحدة واحدة. ده يعني أنت تنصحني إن أنا أبدأ مشروع نعام ان شاء الله يعني احنا معاك يعني ومن لما تيجي تبدا اجي اشتري منك هنا النعام واربي واجيب لك بالظبط. تمام. لا احنا هنيجي ناخد من حضرتك يعني انت اللي هتيجي بس وينجح واحنا هنيجي نشتري منك. تمام. طب حلو يعني كده انا حليت مشكله التسويق عشان في ناس بتبقى عندها مشاكل كتيره قوي في حته التسويق دي. بصوا يا جماعه ده بيض النعام. ده بيض النعام يا جماعه بعد كده متقله والف هنا وشفا علينا كده يا رب. تعالوا كلوا معانا. انا عارف طبعا كل اللي قاعد دلوقتي قدام الكاميرا يعني ريو جري على 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 لحم النعام ده. طبعا هنشويه دلوقتي وهناكله كله يعني مش فيش حاجه هتفيد. عايز اقول لكم ان مشروع النعام مشروع مربح جدا. لحم النعام لحم مفيد جدا ما بيضرش. النهارده هناكل اللحمه دي. اشوفكم في حلقه جديده من فتح شو. سلام.